ومعنا هاتفيا من بغداد الإعلامية الناشطة في التظاهرات آيات المرسومي. مرحبا بك. إذا يوم جديد من تظاهرات في جميع أنحاء المحافظات المنتفضة في العراق، كيف هي أجواء التظاهرات اليوم في العاصمة بغداد؟ شكرا جزيلا لك. بالحقيقة يعني يوم بعد يوم تستمر التظاهرات، وأيضا زيادة عدد من المناصرين والمؤيدين لهذه التظاهرات من خلال العوائل العراقية اللي متواجدة، وأيضا الموظفين، وإضافة للثورات اللي تكون الثورة القمصان البيضاء، طلاب الجامعات والمعاهد، وأيضا الطلاب الإعدادية والمتوسطة حقيقة، وحتى نشوف أعداد طلاب في الابتدائية يجون يناصون ويزامنون ويرابطون ويأخذهم في ساحات الاعتصام، حتى وأن في تقديم الدعم المعنوي وأيضا الدعم النفسي لهم. حقيقة ما تنتهي التظاهرات لحين تحقيق آخر مطلب من مطالب المتظاهرين وإلقاء لدماء الشهداء اللي سالت خلال هذه التظاهرات أو خلال هذه أكثر من 4 شهور، وأيضا قدمنا أكثر من 800 شهيد إضافة للجرحى والمعاقين حقيقة اللي صار عوقهم عوق 100%، فما ممكن أنه نتراجع أو نتقاضى لأجل قضيتنا ولأجل دماء الشهداء اللي سقطوا نتيجة التظاهرات السلمية. وإذا نلاحظ أنه حقيقة يعني رغم المعوقات اللي يتعرضوا لها الشباب وايضا البنات داخل ساحات الاعتصام من خطف وقمع وايضا ترهيب وتهديد وتخويف، فنشوف انه مستمرين ومدامين كليتنا احنا يعني مع اخوتنا في ساحات الاعتصام، اضافه لذلك انه القوات الشغب اللي تطلق على المتظاهرين السكن وايضا تطلق عليهم الغازات المسيله للدموع والدخانيات والوسائل، يعني حقيقه استخدموا ابشع طرق في ضرب المتظاهرين، حقيقه هي اللي يسموها الطشاريه اللي تستخدم فقط للصيد لصيد الخنازير حقيقة يعني، فهذه تكون بها ممكن مادة سامة من تضرب المتظاهرين حقيقة، يصير نزيف داخلي، تقدمات داخل أجسادهم وأيضا داخل أوجههم وعيونهم. ونشوف بالفترة الأخيرة كثيرا من المتظاهرين حقيقة يعني الشوهة وعيونهم عمت اثنيناتهم حقيقة يعني. لكن برغم كل ذلك كما ذكرتي آيات، يعني أنتم مستمرون في ثورة تشرين بالتظاهر، وطلب في بغداد وبابل وغيرها من المحافظات المنتفضة أكدوا استمرار التظاهرات السلمية دعما لهذه الثورة وشهدائها كما ذكرتي، ولكن ما تأثير وأهمية دور الطلاب، تأثير هذا الدور في مسار الثورة؟ يعني الطلاب هم الشريحة المثقفة احنا نعتبرها والشريحة المهمة وإلها تأثير بالمجتمع عندنا العراقي حقيقة، يعني انه هو صحيح طالب ولكن إلى تأثير الثقل مزامنة بثورتنا بأخوتهم المتظاهرين والمعتصمين حقيقة، يعني انه هو طالب خريج او هو طالب جامعة انه راح يبقى اكيد راح يبقى بلا عمل بلا وظيفة من بعد التخرج، او حتى مصيره حقيقة مصيره يقعد بالبيت او البنية تقعد بالبيت، فبالتالي انه نشوف الدعم النفسي والدعم المعنوي من قبل المتظاهرين ومن قبل ايضا الطلاب يعني اثناء مسيرتهم الطلابيه داخل ساحات الاعتصام في عموم المحافظات العراقيه، مو فقط في بغداد ولكن في عموم المحافظات العراقيه، نشوف الدعم المعنوي لهم ومثل ما احنا نعتبرها هيبه ورفعه راس للمتظاهرين وحتى المراه العراقيه بكذا عدد. آيات، المراه العراقيه اليوم في بغداد والمحافظات المنتفضة الأخرى أكدت أن صوتها هو الثورة وأن دعمها لهذه التظاهرات ومطالبها مستمرة، كيف يمكن لدور المرأة العراقية أن يؤثر في مسار هذه الثورة؟ حقيقة يعني دور المرأة جدا مهم وجدا كبير، واللي قدمته المرأة العراقية من خلال يوم 25 ولحد هاي اللحظة من خلال الثورة قدمته، اللي ما ممكن أحد من باقي البلدان العربية مقدمة المرأة العراقية اللي قدمته، أو ما ممكن شخص أو رجل عادي يقدم مثل ما تقدمه المرأة العراقية حقيقة، يعني هي مرابطة ومدامنة داخل ساحة الاعتصام
اللي تعرضت للمسير وتعرضت للدخانيات، ونشوف جانب المراه اللي هي تسعف واللي هي تطبخ واللي هي تنظف واللي هي تكنس واللي هي تقدم اعمال كثيره داخل الساحه، فبالتالي نشوف الرجل الرجل من يشوف المراه مضابطه ومزامنه وهي حقيقه راح يزيد صبر واصرار واستمرار في التظاهرات، نشوف تحقيق اخر مطلب من مطالبنا احنا كمتظاهرين في ساحات الاعتصام، فبالتالي انه نشوف انكسر حاجز المرأة والرجل ويشوف اللحمة الوطنية والتعايش اللي صار داخل ساحات الاعتصام، التعايش السلمي ونبذ الطائفية ونبذ العنصرية وكثير من الأمور والأخوة والشجاعة وعدم التحرش، يعني نشوف هذا الحواجز والأمور كلها اللي غد داخل ساحات الاعتصام اللي فقط هدفهم الوحيد هو الهدف الحقيقي والواحد هو قضيتهم قضية الوطن، ويكون تحقيق لجميع مطالبهم داخل ساحات الاعتصام. ولكن الأحزاب السياسية تروج لإنهاء هذه الثورة بالمراهنة على الوقت وأساليب القمع التي ذكرت أغلبها، يعني بصفتك ناشطة في هذه التظاهرات، ما رسالتك لتلك الأحزاب وهذه الميليشيات؟ حقيقة يعني النهاية للصادقين وللأبطال وللشجعان، وإن أي شيء يتعرضوا له أو إحنا نتعرضنا من قتل وقمع وترهيب وتخويف وتهديد، هذا شيء إحنا أكبر من أدنى وأكبر منا وعي وأكبر من تفكيرنا اللي إحنا بنفكر إلى، لأنه إحنا جيل مثقف واعي نريد نبني بلد حر ما في أي تدخلات خارجية ولا أجندات خارجية ولا أحزاب سياسية مؤثرة على واقعنا العراقي حقيقة، مهما كان من هذه الامور اللي احنا نتعرض لها داخل ساحات الاعتصام سواء كانت اعلاميه او ناشطه او مسعفه او حتى ايضا متظاهره، فهذا الشيء ما راح يرهبنا وما راح يخلينا نتراجع حتى وان استشهدوا المواطنين كلهم او المتظاهرين كلهم، ولو يبقى متظاهر واحد داخل ساحات الاعتصام فاحنا مستمرين لاجل دماء الشهداء ولاجل قضيتنا ولاجل ايضا امهات الشهداء اللي انطوا اولادهم لهذه الثوره ولاجل ثورتكم، واكيد ان شاء الله ثورتنا ستنتصر بارادتنا وبقوتنا وبعزيمنا وصبرنا وارادتنا برب العالمين. شكرا جزيلا لك من بغداد الاعلاميه والناشطه في التظاهرات ايات المرسومي.